في حجرتين، حجر المتبرع وحجر المريض. بيبدأ الأول بنفتح المريض، كان ده النهاردة على مريض عنده ورم في الكبد علشان نقيم هل الورم منتشر ولا لا. لو منتشر ما بنكملش العملية، وبعدين بنفتح المتبرع. فيش تيم بيخش على المتبرع وتيم بيخش على المريض، وكل واحد عارف مكانه وعارف الجزء اللي هيعمله بحيث تبقى منظومة متكاملة. والنهاردة الحالة رقم 390، وده إنجاز طبي يعني في مصر والشرق الأوسط في مركز واحد. ما فيش نرس بتساعد الدكتور في إجراء العملية، بساعد بالآلات كاملة. الآلات مكونة من 3 صواني أو 4 صواني، صواني عادية بتاعتنا اللي بنشتغل بيها، وساعدنا يعني كل ما بنخش جوه في أماكن بناخد آلات تبع الشغل، تبع المكان بتاع العملية بتتغير بقى، بتختلف من كل شوية تبع المكان بآلات تانية مختلفة. وقت الشغل الصباحي بشيء، وقت الفصل بشيء، وقت تركيب الفصل بشيء، بس بعد كده بقى بنقفل الشغل بتاعنا العادي خالص. هنا ميس ماسكه الاشراف.